السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. لأول مرة تشوفنا ياريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة معانا موقع جديد للتعدين على عملة الروبل. دي واجهة الموقع من الخارج، آخر عمليات للمشروع، دي آخر مدفوعات في المشروع. فترة الاستدخال 6 أيام، المدفوعات الفورية. طريقة الشغل على الموقع، بتيجي نحط رقم محفظة البريير عندك، دي إحصائية المشروع فوق أهي. بنيجي من هنا بنعمل تسجيل دخول. زي ما انتوا شايف كده، دي واجهتي للموقع من الداخل. أنا كنت مسجل من شوية. الموقع ما بتلاقيش فيه حاجة، حتى هنا الأرقام كلها زيرو. أول ما بتخش المكافأة دي وتاخدها وبتحصل عليها، بيديك نسبة من الروبل، بتلاقي شغلت معاك سرعة. أنا خدت 2 سنت، شغلت لي سرعة التعدين بالطريقة اللي شايفينها ديت. بس كده هيبقى ايه، ضعيف جدا. هنحط في الموقع، وهنا ممكن توضع في الموقع بتيجي من هنا. انا هحط 5 روبل واجرب الموقع ونشوفه، واول اثبات سحب ان شاء الله هنقول لكم قد ايه العائد. 60 دقيقة، العائد 24 ساعة، العائد في 5 ايام. وهنعمل اعلى مثل اليه. هنقول له روبل، اوكي. معلش عندي شوية برد، صوتي رايح خالص. هنيجي من هنا هنقول له تمام، 5 روبل و5 سنت. كده تم الايداع بنجاح. بقى السرعة عندي 102 من السنت. دي هتبقى القايمة بتاعت كل 60 دقيقة، كل 24 ساعة، كل 5 أيام. السحب بيبقى من 1 روبل، والمكافأة دي خدها، بتزود لك كل يوم تطبق عليها، كل يوم بتاخد بتزود لك سرعة التعدين. من هنا رابط الإحالة بتاعك، بتاخد تنشره، بتاخد 10% لكل واحد يسجل عن طريقك ويوضع في الموقع أي مبلغ. في ايه تاني في الموقع؟ المكافأة قلناها، والتاريخ، والعمليات، من هنا دي اخر المدفوعات في الموقع اهي زي ما انتوا شايفين. وبكده يكون انتهينا من الشرح. مفيش حاجة تاني كده تتشرح في الموقع. والسحب طبعا من هنا، السحب بتخش من هنا وتلاقي الرصيد بتاعك فوق من هنا، ورقم المحفظة بتاعتك عشان انت بتسجل محفظة البير. وبتعمل ايه؟ إعادة الاستثمار. إعادة الاستثمار الحد الأدنى لمبلغ السحب 1 روبل. اول ما بيفتح، اول ما بتوصل 1 روبل، بتلاقي السحب فتح معاك وبتسحب من الموقع. اللي عايز يستثمر في الموقع يجرب، يجرب. اللي مش عايز يستثمر يستنى لما اعمل عملية سحب، يستنى. وبكده يكون انتهينا من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله.